نقطة بتقدر تقول على اللي جاي انه دخلنا في الجد وجد الجد كمان، لانه طبيعي جدا ودي كانت النتيجة المنطقية مش بس في مجموعة مصر، دي في معظم المجموعات الافريقية، انه اللي حصل في تصفيات كأس العالم بس مجرد تسخين، والتصفيات الحقيقية او صدام العمالقة لو جاز التعبير هو المرحلة الأخيرة والمنتظرة واللي هتتلعب في شهر مارس، واتفقنا ايا كان المنتخب هيواجه مين المباراتين هيكونوا في منتهى الأهمية وهيكونوا في منتهى الصعوبة بصرف النظر عن اسم المنافس. مفيش مفاجآت كتير جدا سواء على مستوى افريقيا او على مستوى اوروبا، يمكن لو اعتبرت ان خروج جنوب افريقيا وخروج بين قوسين كده جنوب افريقيا بفعل فاعل، واعتبرت كمان ان خروج كوت ديفوار هي المفاجاه الوحيده اللي يمكن تكون حصلت على مستوى قاره افريقيا، لكن في قاره اوروبا في القاره العجوز ايطاليا طبعا اكبر مفاجآت ومعاها كمان البرتغال. هنتكلم على مشوار العالم في تصفيات كاس العالم مع ضيوفنا في السادسه، الحقيقه اللي افتقدناه لفتره طويله جدا، الناقد الرياضي الدكتور وليد الحديدي صديقي العزيز. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ احمد، نور الدنيا. والله انت وحشني جدا وشاشه الاهلي كانت وحشاني كمان. وحشتنا جدا. والحقيقه المتميز والواعد زي ما بيقولوا كده فاروق عصام محلل الكره العالميه ضيف علينا كمان النهارده في السادسه. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا احمد، سعيد ان انا معاك النهارده. انا اسعد. نبتدي الاول نقول هارد لك الاول قبل ما ندخل في كل الكلام ده والمقدمات دي، اقول هارد لك دكتور وليد. يعني ايطاليا الحقيقه اللي رفعت الاحلام والطموحات وقال لك ايطاليا داخله هتاخد كاس العالم ومش عارف تتاهل. احنا بنعشى السسبنس والحاجات السهله دي ما بنحبهاش. احنا دخلنا اليورو كايطاليا طبعا وما حدش مرشحنا ناخد البطوله. أيوه. عملنا ايه؟ خدنا البطوله. أيوه. وعملنا مفاجاه والناس لسه بتتكلم عنها لحد دلوقتي. فلما ندخل التصفيات ويقولوا بطل اليورو صعد كده عادي لكاس العالم وخد اول عادي يعني. اكيد لا لا، وممكن يبقى تكتيك من مانشيني عشان ينايم الناس ويحسس انه ايطاليا لما توصل كاس العالم مش جايه تنافس ويروح برضه يعني. انت عارف اكتر مني. طيب هبتدي معاكم بالاهم طبعا واللي يهمنا، والتصفيات لسه عندنا في افريقيا لسه ما انتهتش او لسه ما لم يتم الاعلان عن المنتخبات المتاهله اللي هتمثل افريقيا في البطوله بتاعت كاس العالم. من وجهه نظركم بدايه واسمح لي ابتدي مع فاروق، هل العشر مجموعات شايف ان هم افرزوا النتيجه الطبيعيه ولا من وجهه نظرك كان في مفاجات؟ لا اعتقد ما كانش في مفاجات، يعني يمكن بس اداء منتخبين هم اللي كانوا ممكن يستحقوا ان هم يبقوا موجودين، لكن برضو كان معاهم منتخبات قويه في المجموعه. لو هنتكلم على بوركينا فاسو قدمت تصفيات هايله جدا، نفست الجزائر لحد الجوله الاخيره. المنتخب الثاني منتخب جنوب افريقيا. بوركينا فاسو اللي كويسه ولا الجزائر اللي متراجعه؟ هو الاثنين كويسين بصراحه، لان هم الاثنين كانوا فارقين في المجموعه. الجزائر ما نقدرش نقول متراجعه قوي، هي متراجعه مقارنه باداء بطوله الامم، لكن دايما البطولات المجمعه بيبقى الاداء فيها مختلف عن المباريات اللي خصوصا لو المنتخب بيعتمد على لعيبه اوروبيه بيجوا، فالبطولات المجمعه بيبقى معاهم فتره اطول مستواهم بيبقى احسن. المنتخب الثاني اللي كان يستحق التواجد ضمن العشره لكن طبعا لازم يبقى موجود عشان منتخب جنوب افريقيا، قدم تصفيات كويسه جدا، كان متسيد المجموعه لحد الجوله الاخيره. شفنا منتخب غانا بيقدر ان هو يتاهل متساوي في النقط مع جنوب افريقيا، لكن اتاهل بماتش واحد كان فيه طبعا اثار جدل كبير جدا، ضربه الجزاء اللي خدتها غانا، وحتى الاتحاد الجنوب افريقي قدم شكوى رسميه للكاف وللاتحاد الدولي بسبب الطاقم التحكيمي اللي كان موجود بقياده حكم سنغالي. دكتور وليد بالنسبة لك النتيجة منطقية أو المنتخبات المتأهلة هي المنتخبات اللي تستحق الحصول على فرصة المنافسة على الخمس تذاكر الأفريقية؟ هو منطقي طبعا، لأننا المفاجآت الوحيدة اللي حصلت أو مش هنقدر نقول مفاجآت، لكن المنتخبات الكبيرة اللي خرجت كانت في مجموعة بتضم منتخب آخر كبير. يعني كل المجموعات اللي فيها منتخب مرشح فوق العادة مرشح وحيد هو المنتخب اللي صعد، بدليل مثلا إن احنا كنا قعدنا لآخر لحظة بنترقب مين ممكن من التصنيف الأول يخرج علشان احنا ندخل عليه تصنيف أول. كل منتخبات التصنيف الاول حجزت اماكنها، المجموعه اللي كان فيها منتخب مالي ما كانتش مجموعه قويه، كان فيها اوغندا وكينيا ورواندا، فمنطقي مالي بالتيم اللي موجود حاليا كان هو المرشح وبالتالي صعوده كان منطقي. المجموعه اللي كان فيها بنين وكونغو الديمقراطيه كان الصراع ما بين بنين وكونغو مستوى متقارب، الكونغو حجزت مكانها، لكن احنا خسرنا منتخبين كبار اللي هما منتخب جنوب افريقيا اللي لسه، وطبعا انت وفاروق كنتوا بتتكلموا ان الخروج كان غريب جدا، مش الخروج غريب، غانا طبعا منتخب كبير وكل شيء، لكن انه يصعد لدور تاهيلي في كاس العالم بضرب الجزاء يعني اللي هي ما فيهاش ذره شك، اللي هي مستحيل الحكم يشك انها ضرب الجزاء عشان نقدر نقول ده قرار مثلا راجع لتقدير مش تقديري تماما طبعا. احنا كلنا شفنا اللقطه. طيب انا يهمني اسمع منكم يعني حته التصنيف اللي بيحطه الفيفا
واللي مرتبط بنتائج الماتشات بتاعت المنتخبات ومشوارها شويه بتاثر في العقليه او في الذهنيه بتاعت الجمهور ان المنتخب ده متفوق او المنتخب ده مستواه اعلى. عندنا 5 تصنيف اول هيقابلوا 5 تصنيف تاني، جزائر مغرب تونس جزائر مغرب تونس سنغال نيجيريا تصنيف اول، عندنا غانا مصر كاميرون كونغو الديمقراطيه مالي تصنيف تاني. بالظبط. من خلال متابعتكم لمستويات المنتخبات على الارض الملعب في مرحله المجموعات في التصفيات، هل شايفين انه المنتخبات دي فنيا مستواها يأهل انها بجد تكون 5 كبار، ولا قصه التصنيف حاجه والملعب والكره اللي بتلعبها المنتخبات دي حاجه ثانيه خالص؟ دكتور وليد. مؤكد ان التصنيف مبني على اسس وقواعد مش دايما بتعبر عن الوضع الحالي للتيم، بمعنى انت بتتكلم عن نتيجه تراكميه من سنين فاتت، بتتكلم عن 5 سنين مثلا، وده بيعتمد على بعض المباريات حتى الوديه منها اللي انت بتلعبها. احنا كمصر لو كنا في التوقف الدولي الشهير يعني اللي كان مع كابتن حسام البدري، لو كان اصر وقتها يلعب مباريات وديه وكنا كسبنا ماتشين زي ما الجزائر كانت عملت مثلا وقتها، كنا خدنا مجموعه نقاط تخطينا بها نيجيريا. فالفكره مش معبره. اذا انت بتتكلم عن مستوى حالي او وضع حالي ممكن تصنف فيه منتخبات افريقيا، انا ممكن مثلا احط لك كتصنيف اول وكتصنيف اقوى 4 منتخبات، ما فيش منتخب فيهم يقل عن الثاني بشيء. سنغال وجزائر ومصر والمغرب، دول حطهم تصنيف اول مصر فنية. انت اخترتها وسط الاربعه طبعا وثلاثه كمان. انا بالنسبه لي مصر تتخطى المغرب وتتساوى مع السنغال والجزائر. طيب. واحنا بنتكلم كده هنستعرض جدول ترتيب التصفيات واعتقد انا يمكن تابعت الجداول. نبتدي بالمجموعه الاولى. طيب المجموعه الاولى الترتيب فيها كان الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، وجيبوتي. والمجموعه دي ما اتحسمش فيها تاهل المنتخب الجزائري الا في المباراه الاخيره او المواجهه الاخيره طبعا مع بوركينا فاسو. يعني منطقي زي ما قلنا كان تاهل الجزائر، لكن اللي ما كانش منطقي هو الصعوبه اللي واجهتها الجزائر في التاهل. استنت لحد اخر مباراه على ملعبها علشان تتعادل، حتى ما قدرتش تكسب منتخب بوركينا فاسو. ولو كان منتخب بوركينا فاسو كسب المباراه اللي قبلها منتخب النيجر، وطبعا هي القواعد بفارق الاهداف، لكن لو القواعد العاديه الطبيعيه في تصفيات افريقيا بفارق المواجهتين او المواجهات المباشره، كان ممكن بوركينا فاسو تصعد لو كانت فازت على النيجر. انا بس عايز اقول ان الدنيا كانت قريبه. تمام. نروح المجموعه الثانيه. فاروق. منتخب تونس تسيدها طبعا من البدايه، ومنتخب تونس يمكن منتخب لو اتكلمنا عليه فهو المنتخب الوحيد اللي دخل فيه هدف واحد في 6 ماتشات. منتخب بيمتلك خط دفاع مميز، طبعا شفنا الهدف اللي سجله نجمين علي معلول في المباراه. يستحق الصداره طبعا منتخب التونسي، واعتقد ان هو من المنتخبات برضو المرشحه للتاهل حتى في المباراه. نروح للمجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه طبعا نيجيريا برضو في اللحظات الاخيره او في المباراه الاخيره على الكيب فيردي او الراس الاخضر قدرت تتعادل على ارضها وتحجز بطاقه التاهل. واعتقد انه يعني برضه يعني كانت المتوقع بس انه نيجيريا مع الراس الاخضر، لانه ما حدش كان متوقع انه احنا كل سنه في افريقيا في بعبع غريب. يعني الراس الاخضر دي هي طبعا بقالها فتره كام سنه بتادي بشكل مميز، لكن انها توصل لمجموعه لحد اخر مباراه وتنافس نيجيريا على الصعود وتتعادل على ارض نيجيريا من غير خساره، فده طبعا كان بالنسبه لنا غريب جدا. نروح للرابعه. الكاميرون في اخر يمكن تكون اخر مباراه مجموعه بتهيألي. يعني كاميرون ساحل العاج، الاثنين يعتبروا من الكبار لكن صح. في فرق مستوى كبير ما بين موزمبيق وملاوي بالنسبه لهم، فكانت المنافسه من البدايه ما بين الكاميرون وساحل العاج. قدرت الكاميرون في اخر ماتش تكسب 1-0 وتتاهل على حساب منتخب كوت ديفوار. تمام. 5 المنتخب بقى اللي انا بعتبره مش مفاجاه التصفيات لكنه هو البعبع الحقيقي لكل منتخبات التصنيف الاول مع مصر طبعا. هو منتخب مالي اللي تصدر مجموعته على اوغندا وكينيا اكتر من غانا والكاميرون. انا بالنسبه لي مالي مرعبه للتصنيف الاول مع مصر اكتر من غانا واكتر من الكاميرون. مالي منتخب متطور جدا، عنده مجموعه مميزه جدا، فاهمين بعض، السيمترية بيلعبوا في الملعب عندهم. لو كلهم ديانج تبقى في مشكله كبيره يعني، وفيهم اليو ديانج يعني لو كلهم ديانج كده يبقى المنتخب اللي هيقابلهم هيلبس في الحيطه. ده حقيقي. طيب نروح للمجموعه السادسه. مجموعتنا طبعا مجموعه منتخب مصر. مجموعتنا منتخب مصر قدر يحسم التاهل قبل الجوله الاخيره، وطبعا المنتخب الوطني هو اللي كان يستحق التاهل. فرق المباريات كلها كان فرق المستوى واضح لصالح منتخبنا. ايوه يعني طبعا من البدايه واضح انه حتى رغم ان احنا حطينا نفسنا في موقف صعب، بس يعني اللي انا شايفه والارقام اللي انا شايفها دي طبيعيه جدا ومنطقيه جدا بكل هدوء وبدون ما نشد اعصابنا.
يعني مظبوط ولا مظبوط؟ اعتقد كان عنق الزجاجه بالنسبه لنا كان ماتشين منتخب ليبيا. الفوز في الماتشين هم اللي ادوا المنتخب ثقه تاني مع كارلوس كيروش وهم اللي حسموا المجموعه في رايي. طيب السبعه، المجموعه السبعه طبعا كانت مجموعه برضو قويه جدا الحقيقه. جنوب افريقيا حافظت لحد اخر دقيقه على حظوظها، لكن زي ما قلنا كان ضربه جزاء مثيره للجدل، قدرت بيها غانا تتفوق على جنوب افريقيا. يعني اعتقد صعب طبعا، في كلام دلوقتي ان جنوب افريقيا مقدمه شكوى، لكن صعب جدا في القرارات التحكيميه ان المباراه تتعاد. ظلم كبير تعرضت ليه جنوب افريقيا الحقيقه، لكن يبقى طبعا منتخب غانا منتخب كبير وجدير بالتالي. غانا هي غانا؟ لا طبعا، غانا من فتره طويله مش هي غانا. غانا من 2010 و2014 دي يمكن كان اخر نهايه الجيل السوبر اللي كان يعني متلألئ في الفتره دي في منتخب غانا. بدا التراجع طبعا، عندهم بعض اسماء مميزه، لكن كتيم كمنتخب قوي لا، غانا طبعا مش غانا بتاعت 10 سنين فاتت مثلا. تمام، نروح للمجموعه اللي بعدها، مجموعه السنغال. طبعا منتخب السنغال منتخب من اقوى منتخبات القاره، ولو كنا بنتمنى كمصر تقابل منتخب تبعد عن منتخبات شمال افريقيا، اعتقد الامنيه الاكبر بالنسبه لنا بشكل شخصي ان احنا نبعد عن منتخب السنغال. السنغال منتخب قوي جدا في كل الخطوط، عنده لعيبه بتلعب في افضل انديه اوروبا، فمنتخب قوي من بدايه المجموعه الاخيره كان هو المتسيد يعني. طيب نروح للي بعدها. عارف لما بفتكر السنغال دايما يعني دايما الحقيقه عندهم طبعا في منتخبات كده تمرض ولا تموت، والسنغال واحد منها. 2002 يعني كان طبعا لازم يجي في البلد. لما بفتكر انه احنا ما اعرفش ليه دايما بتبقى حاضر في مواجهه الافارقه، بالذات سيبك من شمال افريقيا شويه، بفتكر دايما بوركينا فاسو 98 رحنا كده منتخب ما حدش يعني واخد باله منه، وكانت يعني بنقابل عتاوله افريقيا. ومع ذلك الروح اللي كانت موجوده واللي حطها كابتن جوهري في الجيل ده، كان لسه جيل طالع، عبد الستار وعماره وحازم ويمكن حسام كان خبره شويه معاهم، احمد حسن، عمل حاله وصلنا ان احنا خدنا البطوله. طبعا ده اللي انا مفتقده في منتخب مصر في الوقت الحالي الحقيقه. يعني خليني اكمل معاكم المجموعات وهقف شويه مع منتخب مصر وكارلوس كيروش. نروح للمجموعه الاخيره، المجموعه العاشره. احنا طبعا كان في مجموعه التاسعه، مجموعه المغرب اللي خدت فيها الفول طبعا. مارك طبعا ده يعني المنتخب الوحيد اللي فاز في كل ماتش يعني طبعا عاملين تصفيات عظيمه جدا. والمجموعه العاشره بقى اللي فيها جمهوريه الكونغو بقى بذكريات هيكتور كوبر، قدر يقودهم برضو من النفق الضيق ومسكهم هم ثالث مجموعه بعد جولتين على ما اتذكر، وقدر يقودهم طبعا بالكره المنطقيه الدفاعيه بتاعته المعتاده، الكره الواقعيه اللي انا بايدها وفاروق ضدها، لكن انا شايف هيكتور كوبر من المدربين اللي بيعرفوا من اين تؤكل الكتف، بيلعب على قد الامكانيات اللي معاه او على قد الاوراق اللي معاه، وفي الاخر الراجل انا مش ضدها يا وليد، بس انا بمناسبه هيكتور كوبر، انت رايح كاس العالم، ما اعتقدش انت رايح كمنتخب مصر تاخد كاس العالم، انت رايح تقدم عروض جيده، فما ينفعش تروح كاس العالم تتبع نفس الاسلوب الدفاعي. دي كانت المشكله معايا في هيكتور كوبر، ان انت رايح تقدم عروض كويسه. شفنا في كاس القارات مع الكابتن حسن شحاته كانت افضل مباريات لعبها المنتخب المصري من سنين طويله ولحد دلوقتي ليها ذكرى. فالمشكله ان كانت بطوله كاس العالم كان مطلوب من هيكتور كوبر شويه ان هو خلاص بقى يغامر يعني. لا هو انت لو ما غامرتش يعني في المجموعه اللي كانت معاك دي، كان معاك روسيا والسعوديه واوروجواي اعتقد صح؟ يعني لو ما غامرتش مع دول هتغامر مع مين؟ مع بلجيكا والمانيا واسبانيا وايطاليا؟ يعني ارجو تتقبلوا. اتفضل. انا شفت مباراه مصر واوروجواي، ويا ريت يعني تاخدوا كلامي وترجعوا للهايلايت. ماشي. مباراه مصر واوروجواي احنا عاملين مباراه محترمه جدا، اول مباراه. ماشي. ما كناش سيئين خالص. ماشي. وجينا وكان لينا فرص وهم ما كانش برضو ليهم الفرص الواو، وده كان منتخب اوروجواي وساعتها بقى الشناوي من ساعه ماتش اوروجواي ده افضل لاعب في كان افضل حاجه. ماشي اوكي، بس احنا ما كناش سيئين للدرجه وخطفونا في اخر دقيقه. ماتش روسيا احنا كنا ليد على روسيا وافضل منهم لحد ما جه الهدف الاول وجبنا جون في نفسنا في 10 دقايق ولا في ربع ساعه، كلنا 3 اجوان لان احنا ما عندناش اتزان في الملعب. لكن لحد انا كنت بتفرج في روسيا مع جماهير روسيا كلهم قبل المباراه كانوا بيقولوا يا رب نخرج متعدين. بس في الوقت ده كان دايما الناس بتتكلم على وصلاح ما لعبش اول ماتشين طبعا بسبب لعب روسيا هو اللي احرز الهدف. لكن يمكن الفتره دي بالذات كمان كانت الناس بتلوم قوي على هيكتور كوبر انه المنتخب كله قايم على محمد صلاح وخطه كوبر نفسها حقيقي. مبنيه على محمد صلاح، وده ما ينفعش مع منتخب مصر. ما هو الوقت ده الجيل اللي كان مع هيكتور كوبر غير الجيل اللي موجود دلوقتي. يعني
كل المجموع حتى المستويات، فرق المستويات ما كانش زي دلوقتي. يعني في الوقت ده مثلا ما كانش كان تشكيل مصر ما كانش عندك أجنحة بالقيمة دي، ما كانش مثلا في رمضان صبحي وهو متألق كده، ما كانش في عمر مرموش اللي بنشوفه مع المنتخب دلوقتي، في نص الملعب ما كانش في السولية بهذا التألق، ما كانش في حمدي فتحي بهذا التألق، حتى طارق حامد ما كانش يعني كان مستواه جيد بس ما كانش برضه بالخبرات اللي عليها دلوقتي. خط الدفاع كان حجازي في الوقت ده مش هو حجازي بخبراته دلوقتي. يعني انا شايف تشكيله المنتخب في الوقت ده، اولا هيكتور كوبر استلم المنتخب ده، كان طبعا كان قبليه كابتن شوقي غريب، كنا وصلنا لمرحله من التراجع في الكوره في مصر على مستوى المنتخب عمرنا ما وصلنا لها. احنا كنا افتكر لما لعبنا تصفيات قبلها خسرنا الست مباريات، تونس والسنغال، تونس والسنغال ومش فاكر مين المنتخب اللي كان معانا، كنا خسرنا من السنغال رايح جاي، وعلى ما اتذكر خسرنا من تونس رايح جاي، وكنا بنقدم مستوى انا عمري ما شفت عليه منتخب مصر. فالراجل ده استلم فرقه متهالكه تماما، فما كانش قدامه غير انه يلعب بالطريقه دي اللي هي الاسلم للمجموعه اللي كانت موجوده وقتها. وطبعا هي وجهات نظر، بس انا نجحت في بطوله افريقيا في 2017، المنتخب برضه كان داخل زي ما انت قلت المنتخب عندنا. طب ده ياخدني معلش عشان بس ما اتكلمش على هيكتور كوبر، انا عايز اتكلم على كارلوس كيروش. طبعا هل احنا شايفين انه الفتره هي فتره قليله، عدد الماتشات قليل، الوقت قليل، لكن هل شايفين انه المنتخب المصري ابتدى يبان له الشخصيه، ابتدى يبان له الهويه مع كارلوس كيروش؟ اكيد ابتدى يبان له الهويه، وابتدى يبان اللعيبه اللي مقتنع بيها كارلوس كيروش، واعتقد ان هيبقى في قوام ثابت للمنتخب. راجل مثير للجدل جدا في حته الاختيارات، في الاختيارات والقناعات بتاعته، ويمكن اكدها الماتش الجابون شويه لما كان محمد شريف، كان اختيار ما بينه وما بين مروان حمدي، وفضل انه مروان يكمل في المباراه وخرج محمد شريف. فهو واضح ان هو لما بيقتنع بلعيب خلاص هو اللعيب اللي هيبقى موجود معاه. انا ما عنديش مانع انه يقتنع ويبقى مسؤول وحر في اختياره يعني، ويبقى مسؤول عن قراره، بس في بعض الاوقات الفاتوره احنا اللي بندفعها كجمهور. يعني في معلومه مثلا جات لي في ماتش انجولا من جوه اوضه اللبس، انه الراجل كان مصمم، مش هقول اسماء طبعا كل نجومنا انا بحترمهم جدا، بس كان مصمم على يعني راس حربه بعيد كل البعد عن، يعني مفيش حد في مصر ممكن تقول له مين يلعب الماتش ده راس حربه يقول لك الاسم ده، فاهم قصدي ايه؟ وهو كان قناعته كلها ان هو ده. ففي حاجات لازم يبقى فيها شويه هات خد ولا نسيبه خالص ونسلم نمر لغايه لما نشوف هنوصل كاس العالم ولا لا. هو الفكره ان انت جايب لما تعاقدت مع كارلوس كيروش كان مدرب معروف ان شخصيته قويه، فهو فرضها من الاول، استبعاد قفشه ومحمد شريف من البدايه كده، هو كان عايز يفرض شخصيته وفرضها، وبعد كده في المعسكر الثاني بدا يستبعد زيزو وطارق حامد، فبيستبعد اسماء كانت موجوده لفترات طويله جدا مع المنتخب المصري. فواضح ان هو مدرب شخصيته قويه، ما بيحبش حد يتدخل في قراراته، وده كان واضح كمان في مناقشاته كده في الكواليس اللي عرفناه، انه ما بيحبش حد يناقشه في القرارات اللي بياخدها. في ماتش الجابون كان قدامه فرصه يجرب، اعتقد البطوله العربيه القادمه هي اللي هتبين هل كيروش هيدي فرص فعلا للاسماء اللي هو مش مقتنع بيها عشان تثبت نفسها، ولا هيبقى مدرب دايما بيحرج اللعيب اللي هو مش مقتنع، يحطه في مباراه صعبه في وقت صعب عشان في مركز غير مركزه، في مركز غير مركزه، جناح شمال مثلا، شفنا قفشه بيلعب الشوط الثاني كله في خطه 4-4-2 جناح شمال هو مش مركزه يعني. طيب نشوف دكتور وليد ارقام منتخب مصر مع كارلوس كيروش كده، يمكن ارقام برضو تدينا مؤشرات. طبعا هو احنا لعبنا معاه 4 مباريات رسميه، احرزنا قدام ليبيا في مباراه مصر هدف، كسبنا 1-0، كسبنا ليبيا في ليبيا 3-0، وقدام انجولا تعادلنا 2-2، وقدام الجابون فزنا طبعا 2-1 في المباراه الاخيره. يعني استقبلت شباكه في ال4 مباريات 3 اهداف، منهم هدفين قدام انجولا وهدف قدام الجابون. طبعا كان عندنا شباك نظيفه في مواجهتي ليبيا فقط رايح جاي في مصر وبنغازي. الاستحواذ نقدر نقول ان عنده استحواذ متباين، قدام ليبيا في مصر كان 65%، بعدين بدا التراجع شويه قدام ليبيا في ليبيا، وقدام انجولا في انجولا 50 و53%، ثم امام الجابون في مصر، ودي طبعا كانت علامه الاستفهام ان احنا كان استحواذنا اقل من استحواذ منتخب الجابون على ارضنا في برج العرب. التمريرات الصحيحه نقدر نقول ان الى حد ما النسب يعني كبيره مش قليله، يمكن بس قدام الجابون النسبه كانت قليله، 302 تمريره صحيحه من اجمالي 401 تمريره، وده يديك برضو انطباع ان احنا كنا سيئين قدام الجابون خصوصا في اول 60 دقيقه، يمكن من الدقيقه 60 لما عدل طريقه اللعب، على الرغم ان دي اسهل مباراه لينا يعني بالزبط. ماتش على ارضنا وصدرت المجموعه الصعود. انت مطمن لها، ما عندكش اي ضغوط من اي نوع، فكان مفترض ان دي افضل مردود يقدمه كيروش مع منتخب مصر كان في ماتش الجابون. تمام.
المحاولات الصحيحة 7 من 14 في ليبيا كانت 50% الإجمالي أو نسبة المحاولات الصحيحة، كانت برضو 50% قدام ليبيا في بنغازي، زادت شوية قدام أنجولا وإن كانت المحاولات قليلة لكن التركيز كان أعلى شوية قدام أنجولا، في أنجولا أحرزنا هدفين من 3 محاولات. ثم بقى برضو كانت الكارثة قدام الجابون في مصر، 3 محاولات صحيحة من إجمالي 13 محاولة على المرمى. الأهداف المتوقعة كانت على الرغم من أن محاولاتنا كانت أقل قدام الجابون لكنها كانت محاولات خطيرة 2.33 من 100، وطبعا قدام ليبيا في ليبيا كان الأداء كان أفضل أداء لي معانا، كان لنا أهداف متوقعة 2.7 من 10. العرضيات كان واضح قدام ليبيا في مصر أن احنا بنعتمد عليها بشكل كبير لكن قلت في باقي الثلاث مباريات. طيب. تقدر تقول أن هي أرقام يعني بالنظرة العامة أرقام متوسطة، لكن أفضل أرقام كانت في المباراة اللي احنا كنا محتاجين نكسب فيه اللي كان فيها التركيز الأعلى منه اللي حاول يوظف كل لاعب في مكانه صحيح بشكل صحيح، وبالتالي قدمنا أفضل أداء قدام ليبيا في مصر، والأفضل بقى على الإطلاق كان قدام ليبيا في بنغازي. طيب. احنا سألنا سؤال، إيه اللي محتاجه المنتخب الوطني الفترة اللي جاية قبل طبعا ما نوصل لمرحلة المباراتين الفصلتين عشان تذكرة الوصول لكأس العالم؟ أنا هستعرض الإجابات وأنتوا برضو تسمعوني رأيكم في نفس النقطة دي، إيه اللي محتاجه المنتخب قبل ما نوصل للمباريات الفاصلة؟ الفريق محتاج روح الفانيلة الحمراء وكله يلعب في مركزه وبذل الجهد حتى آخر مباراة، أنا يعني بتهيألي إن روح منتخب مصر تجب روح أي فانيلة تانية، يعني ده هي طبعا رمز، هو بالنسبة له رمز بالنسبة لنا وبالنسبة لنا، يعني اللاعب بيلعب في في في, في ناديه لأنه في مصلحة في علاقة احترافية، لكن اللاعب لما بيلعب لمنتخب مصر ده قصة وشرف كبير جدا جدا، ومفترض يعني أنه حلم أي لاعب في يوم من الأيام أنه يلعب بتيشيرت منتخب مصر، فهنا الموضوع يعني حتة الروح دي مش محل نقاش. طيب نروح أبو كارما، مساء الورد، منتخب فيه لعيبة تقيلة بالمعنى الكروي بس محتاجين الروح والعزيمه بتاعت حسام حسن، ساعتها مش هيفرق معانا نقابل مين لان منتخبنا احسن منتخب في افريقيا. ماشي ابو كرم انا معاك، يعني همشي معاك، انا بس عايز اشوف ده بقى يترجم في الملعب. وجهه نظري انا ده محمد ابو يعقوب ان احنا ما نفكرش كتير مين هو اللي هينافسنا لان احنا اقوى منتخب في افريقيا وصاحب الرقم القياسي في البطولات الافريقيه، ونحتاج لهدوء واستقرار في الجهاز الفني لكي نصعد الى الحلم الى كاس العالم. برضو متفقين مش مختلفين كتير. سامح شرف محتاج مباراة ودية للتجانس، أنا الحقيقة كمان محتاج أشوف المنتخب يعني بمناسبة رأي سامح في مباراة ودية قوية، أنا ما شفتش احتكاك مفتقدينها من زمان ما شفتش احتكاك قوي. يعني مش فاكر آخر مرة المنتخب كان دايما بتيجي منتخبات ليبيريا يعني ومنتخبات بالظبط كده قبل كأس العالم بس ده اللي لعبنا فيه مباراة كبيرة كلها يعني نقدر نقول متوسطة. محمود فاروق موسيماني درب مصر الماتشين دول صعب يا فاروق، يعني انت بتتكلم في شيء مستحيل. عوده الروح اللي كانت موجوده ايام حسن شحاته محتاج روح جيل تريكا، متفقين برضو مع اسلام وناس كتير مركزه على نقطه الروح دي. طيب دي يمكن التاكي احنا خدنا رايه وابو كرمه برضو خدنا رايهم، شايفين ايه اللي محتاجه المنتخب الفتره اللي جايه؟ هو طبعا انا ملاحظ ان الساده المشاهدين كل ارائهم او معظم ارائهم متمركزه حول الروح. في تعليقات تانية لسه معانا؟ في يحتاج مدرب لان كيروش جاي ياكل عيش، لا ما تهليش كيروش جاي ياكل عيش لانه كيروش اسم كبير جدا وزي ما هو كل عيش كتير هو بس هو كل عيش خلاص يعني هو كل عيش وكل كل حاجه، وما اعتقدش الراجل جاي غامر باسمه، بس الاهم ان احنا نبقى على التراك مظبوط. يحتاج تقارب اللعيبه من اكتر وده ياتي بعد الاعداد الجيد للمعسكر، يبطل الاعلام اللي فيه اللي مالوش لازمه ولا يقدم ولا يؤخر، ويا ريت خبراء القنوات ياخدوا اجازه ويعلموا الناس الطهي. على كل احوال نروح اللي بعد كده، عبد الحميد زايد يحتاج لعيبه تقرب من بعضها ويوصل لهم الفكر الجماعي، واذا كان معنويا او على ارض الواقع، وطبعا ما يخاطرش كتير في مراكز اللعيبه، واحنا منتخب قوي وعندنا لعيبه كبيره ومحترمه وان شاء الله نتاهل لكاس العالم. معظم الناس بتتكلم على قصه الروح، خلينا نتكلم على الطريقه الافضل للاستفاده باحتكاكين في منتهى الاهميه. عندنا كاس العرب وعندنا بطوله امم افريقيا، اعتقد هيبقى في مساحه اكتر لكيروش انه يشتغل مع العناصر بتاعه المنتخب ويوصل لمرحله المباريات الفاصله اكتر ارتياحا. خلينا نتكلم بالتفصيل بس بعد الفاصل. الموضوع نفسي وذهني وعصبي ولا الموضوع فني وخططي وتكتيكي؟ الأولوية إيه بالنسبة لكم وجهة نظركم مع منتخب في شغل كيروش مع منتخب مصر؟ مستحيل تفصل الاثنين، أصل الكرة مش بلاي ستيشن ولا لعبة شطرنج يعني قايمة على تحريك آلات أو تحريك أصنام، لا هي كيمياء على بعضها.
الفريق كرة القدم لازم يكون عنده كل المقومات، من أول المقومات الخططية للمقومات النفسية لحسن الإدارة للراحة النفسية للعيبة للتوافق ما بينهم للفترة الإعداد، كل دي تفاصيل. لكن خلينا نقول أنا إحنا مش مختلف على ده، بس أنا شايف إيه الأولوية من وجهة نظرك في أنت لسه جاي لك. إيه اللي إحنا محتاجينه دلوقتي؟ محتاجين أولا كيروش يكون عنده قرار يرسم ويحط أولوياته، هل الطريقة اللي بيلعب بيها وعايز يطبقها اكتشف إن هي تصلح لهذه المجموعة من اللاعبين ال 4-3-3؟ هل بطريقتها اللي عايز يطبقها؟ طبعا 4-3-3 دي في العالم كله يعني افضل انديه العالم دلوقتي بتلعب، ليفربول مثلا بيلعب 4-3-3 بس قادر ينفذها لان عنده هندرسون وعنده فابينيو وعنده نابي كايتا وعنده ميلنر وقدام عنده صلاح وفيرمينيو وجوتا البديل بتاعه وساديو مان. فالرسمة التكتيكية دي هل هتقدر تنفذها؟ طيب انت هتقدر تنفذها، فلازم تختار الأوراق اللي تقدر تديك، لازم تحط كل لاعب في مكانه. أنا عندي انطباع أنه كان بيجرب في ماتش الجابون، هو مؤكد عارف ومتأكد بنسبة 1000000% أن محمد شريف رأس حربة وأن أحمد ياسر ريان رأس حربة مش جناح، لكن هو كان في باله حاجة عايز يجربها، حاجة عايز يطبقها. أنت كنت لسه بتتكلم عن البطولة العربية أو كأس العرب، احنا نعتبر رايحين فول تيم، احنا بس هنكون ناقصين الاربع محترفين بتوعنا او الخمس محترفين، نني، صلاح، مرموش، وحتى حجازي ممكن يلعب، اعتقد يلعب، الدوريات العربيه هتقف. فانت عندك فول تيم، رايح بفول تيم، فاعتقد دي انسب فرصه القدر بعتها لك. كمان المنتخبات اللي هتواجهك، انا لسه قاري النهارده ان الجزائر هتروح برضو بما يشبه الفول تيم، كل النجوم المحليين والمحترفين في دوريات عربيه، بتتكلم عن يوسف بلايلي مثلا هيكون موجود، بغداد بونجاح هيكون موجود، هم عندهم كمان يا وليد منتخب محليين بوجره المدرب بتاعهم، عملوا معسكرات في اوروبا، فعندهم منتخب زي المنتخب المغربي برضو، عندهم من فتره منتخبات محليين مع مدربين مختلفين. طب واحنا ليه ما عندناش منتخب محليين؟ والله محتاجين فعلا منتخب محلي، لان احنا عندنا صف ثاني في الدوري يقدر يعمل منتخب قوي جدا. ايوه يعني انا شايف ان القماشه حتى وراجل اختياراته في وقت من الاوقات، احنا اتكلمنا على بعض الاسماء اللي تم استبعادها، وفي كمان واحده من علامات الاستفهام بعض الاسماء اللي بيتم ضمها، ومش يعني الناس بتقول ليه، يعني مش شايفه مبرر او منطق للاسماء دي. انا مش هقول اسماء طبعا، بس يعني بيبقى في اسماء عليها علامات استفهام كبيره جدا. اكيد الاختيارات الاخيره كان كمان في لعيبه موجوده في وقت ما بتقدمش حاجه مع انديتها، ورغم كده كان في استبعاد للعيبه ثانيه كانت متالقه في الدوري، فمحتاجين منتخب تاني، واعتقد هو محتاج كمان البطوله العربيه دي، هي اللي هتفرق معاه جدا المرحله ان شاء الله. اتمنى طبعا يكونوا، وما اعتقدش في انسب من كده فرصه يبقى عندك بطولتين بالحجم ده طبعا، انك انت تجرب وتقرب مهما حاول يعمل وديات، لكن فكره بطوله مجمعه عليها السبوت، الفيفا مهتم بيها، نقل تلفزيوني، جماهير هناك هتكون موجوده في المدرجات، فكل الضغط ده كنا محتاجينه في الوقت ده. طيب اخفاقه في سريعا بقى او لا، عشان عايز انقل اوروبا، اخفاقه في البطولتين دول يستدعوا انه يتم تغييره، ولا من حقه يكمل فرصته لغايه لما يحقق الهدف الوصول؟ على حسب ترجمتك لاخفاق ايه. لو رحنا امم افريقيا واحنا مهلهلين فنيا وتكتيكيا وعلى مستوى النتائج وعلى كل المستويات، مؤكد ده مؤشر سلبي ممكن جدا يخلينا نفكر في مستقبله معانا، لانه هيكون بقاله فتره طويله هيكون خد بطوله عربيه، بطوله عربيه مش مقياس. انا المقياس بالنسبه لي امم افريقيا، ممكن تلعب بشكل كويس وتخرج من سيمي فاينل او حتى دور ثمانيه، بس تكون مقنعني ان انت خرجت وانت اديت اللي عليك ساعتها طبعا. شابوه فاروق. انا اعتقد ان بطوله الامم هي الاهم حتى من ماتش مارس، ان انت تحكم على المدرب طبعا. ماتش مارس اهم لانه بيصعد بيأهل لكاس العالم، لكن بالنسبه لي بطوله الامم شويه اهم، لان هي بطوله مجمعه طويله مطالب ان انت تاخد فيها لقب، فهيبان اكتر المدرب، فالحكم عليه هيبقى في بطوله بعد بطوله افريقيا. طيب اروح معاكم من تصفيات افريقيا لتصفيات اوروبا، ويمكن زي ما بتعيد كده ايطاليا طبعا دكتور وليد هي ممكن تكون اهم واكبر مفاجات، واعتقد كمان انه البرتغال يمكن تكون الدولة الثانية اللي برضو كان عدم تأهلها بشكل مباشر ودخولها ملحق واحدة برضو من المفاجآت. نقرأ سريعا كده المجموعات بتاعت أوروبا ونعرف الدول، طبعا كلهم قوى عظمى، يعني كل اللي تأهل كان نتيجة تأهلهم قوى منطقية جدا. طيب خلينا نبدا بالمجموعه باستثناء صربيا. طبعا يعني صربيا على حساب البرتغال اكيد، لكن اللي قدمته صربيا برضو قدام البرتغال حتى في المباراه الاخيره اللي كسبتها طبعا اداء مقنع جدا، وميتروفيتش هذا المهاجم الرائع اللي قاد منتخب بلاده باداء رائع جدا، فكره انك تكسب البرتغال وبالفورمه دي بكل النجوم دول على ارضها، ده طبعا ما اعتقدش ان هي مفاجاه بالنسبه لي انا. صربيا تتأهل على البرتغال. لو رجعنا كده الماتشات التصفيات كلها، صربيا افضل من المنتخب البرتغالي، واعتقد المنتخب البرتغالي محتاج تغيير. فرناندو سانتوس اللي ما بيستفدش ابدا باللعيبه اللي معاه، لعيبه مش موجوده في اي منتخب في اوروبا. المفاجاه بقى فاروق ان المجموعه دي انت لو جيت تشوف كل خط في البرتغال هتلاقي فيه لاعب كلاس ايه،
ده يعني من افضل لعيب العالم في مركزه. انا بتهيألي سكواد البرتغال ده ما تقدرش تقارنه باي سكواد للبرتغال السابق قبل كده. وهو يمكن البرتغال يتقارن مع فرنسا، لان بلجيكا مع كل النجوم مش عارف اتفق معاها فاروق ولا لا، بدا مستوياتهم او اعمارهم تكبر فممكن تحطهم في كلاس، لكن البرتغال كافراد تقارن بفرنسا طبعا دلوقتي. طبعا لكن المدرب في حته دفاعيه شويه، حتى شفنا كريستيانو رونالدو بعد ماتش صربيا بدا ينفعل عليه كده، وحتى في البطوله اللي خدوها في 2016 كريستيانو واقف على الخط بيدي التعليمات لا روحوا وهاجموا وندفعوا. طيب يبقى هنا صربيا والبرتغال ملحق طبعا. برضو من المفاجات انا ما قلتهاش تشيك، انها برضو ما تاهلتش تشيك دخلت من في الملحق من دوري الامم الاوروبيه، وهنا بقى قيمته هي والنمسا. تشيك والنمسا دخلوا كمنتخب 11 و12 من دوري الامم الاوروبيه، لان هم كانوا اعلى منتخبين في الترتيب دوري الامم ما تاهلوش في التصفيات الرئيسيه، فبالتالي دخل النمسا ودخل ملحق. طيب نروح لمجموعه ثانيه، اسبانيا على حساب السويد. طبعا هي كانت المنافسه قويه جدا، دي كان تكرار لمنافسه اليورو برضو بين اسبانيا والسويد في اخر يعني اللقطه الاخيره، برضو قدرت اسبانيا تتغلب وتتخطى وتعلن تاهلها. ما ده برضو تاهل منطقي الحقيقه، الجيل اللي بيقدمه ادريكي والمجموعه دي بالشكل ده اعتقد منتخب اسبانيا هو المنتخب اللي جاي في الكوره. تمام نروح للثالثه مجموعه يعني الثالثه. طبعا ايطاليا المفاجاه الكبيره ان هي ما قدرتش تكسب الماتشين اخر ماتشين ضد سويسرا وضد ايرلندا الشماليه. لو هي لعنه اليورو الحقيقه ركبت مانشيني وكتبته. هو اليورو برضو ماتشات اليورو كانت ايطاليا يعني كان مستواها كويس، بس يعني مش دايما كانت افضل من خصم. يعني لو شفنا الماتشات اللي كسبتها سواء ضد انجلترا حتى في النهائي ما كانتش افضل من خصم، بس بيعرفوا يكسبوا في الماتشات المجمعه. لكن ضد ايرلندا الشماليه انا بالنسبه لي كانت ايرلندا كانت ممكن تخطف الفوز. ومنتخب ايرلندا بس ليه هنا عايز اقف عند المنتخب ملوش اي امل في اي حاجه خالص، لا هيتاهل للملحق ولا هيتاهل لحتى مباشره لكاس العالم، لكن هو احترم 40,000 متفرج جم يتفرجوا عليه. المباراه ايطاليا بتلعبها عايزه نقطه منها مكسب عشان تتاهل، لكن رغم كده لحد اخر دقيقه قتال على التعادل، لانهم بيلعبوا على تذكره التاهل وجماهيرهم كانت فرحانه جدا باللي قدموه يعني. طيب نروح للرابعه المجموعه الرابعه. طبعا يعني تصدر منطقي المنتخب فرنسا 18 نقطه، اوكرانيا من المنتخبات اللي بتقدم كوره كويسه في اخر السنين طبعا، سواء مع تشيفتشينكو او حتى بعد ما رحل وترك منتخب اوكرانيا لسه بيقدم كوره جميله. اعتقد برضو وجود اوكرانيا في الملحق حاجه كويسه، الواحد دايما نفسيا كده وبيحب يساند التجارب زي دي او بيكون في شغف بالتجارب اللي زي تجربه اوكرانيا، دوله صغيره بتقدر تكون موجوده في اليورو وتقدم اداء كويس النهارده بتاهل للملحق وممكن جدا تكون موجوده في المونديال. اعتقد تواجد منطقي ليها في المركز خمسه. معاك يا فاروق. بلجيكا طبعا المنتخب اللي كان مرشح من البدايه وهو قدر يتاهل، يمكن منتخب بلجيكا بنشوفه في بيقدم عروض كويسه جدا في التصفيات وحتى في البطولات المجمعه، لكن الجيل الحالي اللي قال عليه الجيل الذهبي حتى هم احبطوا شويه ان هم ما خدوش اي لقب. وهو المنتخب زي ما كنا بنتكلم على التصنيف هو المنتخب المصنف رقم واحد من 2018 ورغم كده ما خدش اي لقب آه فالتصنيف عنده لعيبه بصراحه يعني جيل ما يتعوضش بصراحه، ولكن هم مصممين على المدرب روبرتو مارتينيز مش عايزين يغيروه. طيب. بس هو تاهلوا باستحقاق يعني. طيب نروح للمجموعه اللي بعدها المجموعه السادسه. المجموعه السادسه طبعا الحمد لله اسكتلندا صعدت ملحق الحمد لله. انا من اول التصفيات بشجعها الحقيقه. والدنمارك طبعا تاكيد للي قدمته في اليورو، منتخب متكامل ما تقدرش تقول فيه سوبر ستار، حتى اريكسن طبعا يعني ان شاء الله يعود عودا سلاما هو اللي كان سوبر ستار اللي فيهم، لكن حتى في عدم وجوده هو منتخب متكامل منتخب قوي منتخب ما تقدرش تقول انه ممتع يعني مش متعه منتخب فرنسا ولا اسبانيا فرنسا او تكامل منتخب فرنسا، لكنه منتخب محترم صعب جدا تكسب الدنمارك وبالتالي ايضا قيمه ثابته اعتقد هيكون ليه تواجد مهم في المونديال. هم الوحيدين اللي كانوا ممكن يحققوا العلامه الكامله 27 نقطه كان اخر مباراه خسروا اسكتلندا اخر مباراه بس خسروا اسكتلندا كانوا هيحققوا العلامه الكامله من 10 ماتشات. تمام المجموعه السابعه لو اتكلمنا عليها طبعا منتخب هولندا هو المنتخب اللي كان مرشح ليها وقدر يتاهل، بعديه جه المنتخب الروسي اللي قدر يتأهل للملحق، واعتقد المنتخب الروسي هيكون له شأن كبير في الملحق وممكن يعمل مفاجأة. هي الملحق لسه قرعة هيتعمل قرعة هيتعمل قرعة يوم الجمعة هيتوزعوا ال 12 منتخب على ثلاث مسارات هيتأهل ثلاث منتخبات من ال 12. احنا لسه عندنا قرعة افريقيا وعندنا قرعة ملحق اوروبا وعندنا قرعة دوري ابطال افريقيا صح كده؟ دوري ابطال افريقيا دول اللي احنا مستنيينهم، يمكن افريقيا بس هي اللي في ديسمبر، لكن قرعه اوروبا يوم الجمعه ال 26 يوم الجمعه 26 نوفمبر. طيب نروح للمجموعه اللي بعدها اعتقد كانت تركيا اللي صعدت مع هولندا في المجموعه دي.
تركيا. تركيا. روسيا صعدت مع اوكرانيا بعد كرواتيا. كرواتيا بعد كرواتيا. روسيا صعدت مع كرواتيا برضو، كان يعني منتخب روسيا خسر منتخب قوي جدا، منتخب قوي، ومنتخب من ساعة كأس العالم 2018 وهم عندهم شكل مختلف، بقى عندهم ثقة حتى في قصة المنشطات والكلام ده، حتى اللي على الرياضة الروسية برضو ما أثرتش عليهم. فاكر منتخب روسيا يعني، طبعا بيقال إنه زمان منتخب روسيا ده كان من المنتخبات ثقيله جدا، الاتحاد السوفيتي. كان منتخب عنيف جدا، كسبوا بطوله اوروبا وكانوا بينافسوا على كاس العالم، ولعبوا كانوا على ما اتذكر في 88 كان هولندا. الفاينل قدام هولندا والهدف بتاع ماركو فان باستن الشهير اللي جابه كده بالرجل العكسيه. أيوة. لا كان هدف تاريخي، كان بيتكلموا ان ده احسن هدف في التاريخ مع هدف مارادونا طبعا. صحيح. المجموعه الثامنه دلوقتي هدف شريف وقفشه يخش، شريف ابو السليه يخش على فكره مارادونا بمناسبه الرابونا دي، مارادونا كان شهير جدا بيها وليه اكتر من لقطه. انا غاوي ادخل كل شويه على اليوتيوب كده لما اكون فاضي يعني او عايز استمتع، اروح جايب هايلايتس مارادونا ورونالدو الظاهره اقعد اتفرج. فمارادونا كان على طول بيعمل حتى يخسر مع نفسه. نروح للمجموعه التاسعه. المجموعه التاسعه المانيا طبعا، الماكينات طبعا، المانيا صاعده من كاس العالم اللي فات يعني وطبعا محترم جدا مقدونيا الشماليه بتكمل مسيرتها، و برضه بتقول ان هي منتخب ما اكيد مش هيكسب بطولات ومش هيوصل لادوار نهائيه، لكن فكره انه يكون متواجد في ملحق ده برضه حاجه محترمه جدا على منتخبات عريقه زي رومانيا مثلا. طبعا. رومانيا من المنتخبات العريقه في الكوره. المنتخب الانجليزي في مجموعته بيكسب اخر مباراه 10-0 ده طبعا جدا ماشيه معاه قوي وللاسف هو هيكمل وبيجددوا له لحد 2024 2024 لحد اليورو اللي في المانيا، وهم مقتنعين بيه جدا ومقتنعين ان هو يعني الجهبذ. انا ما اعرفش دايما الصحافه الانجليزيه لما تحب تنفخ حد بصراحه يعني العشرة مين؟ مجموعة العشرة مع انجلترا في بولندا. بولندا ده منتخب قوي جدا، عايزين نشوف ليفاندوفسكي طبعا في كاس العالم، لان زي ما قلنا تاثير اللعيب دايما بيحتاج المنتخب. يعني احنا لو اتكلمنا على محمد صلاح فهو بحاجه للمنتخب المصري زي ما المنتخب المصري بحاجه لمحمد صلاح. دايما اللعيب العالمي اللي موجود في الصف الاول يحب يلعب في كاس العالم. شفنا ايرلينج هالاند حزنه على عدم تاهل المنتخب النرويجي لكاس العالم، لعيب كانت الناس كلها ممكن تتفرج عليه في بطوله. في لعيبه كتير جدا يعني، جورج ويا مثلا خد لقب افضل لاعب في العالم وحرم، ما شفناهوش في كاس العالم. حرمنا احنا يعني حرمنا احنا جون من مصر. راين جيجز وجاريس بيل مع منتخب الويلزي. تشيبتشينكو مع اوكرانيا. يعني في لعيبه كانوا اساطير الحقيقه، فلتات يعني، بس منتخباتهم لم تتاهل لكاس العالم. اعتقد ده بيأثر على اللاعب نفسه، بيأثر على اسمه ومشواره. طبعا طبعا، هو يعني مهما اللاعب حقق من انجازات دايما انت لما تيجي تحط اتنين لعيبه في المقارنه، هو كان كل الديبيت حوالين ميسي وكل الانتقادات اللي بتوجهله عشان ما عملش بطوله مع منتخب الارجنتين. دايما ان هو ده المدخل لما تقص تنتقد حاله عظيمه في الكوره. فطبعا الانجاز الدولي مهم، وكل اللعيبه مدركه ده، كل اللعيبه في اوروبا وكل اللعيبه في امريكا اللاتينيه مدركه ان فعلا انك تحصل على بطوله او تعمل نتائج كويسه مع منتخب بلادك ده مجد وجلوري في الكوره، مختلف تماما عن الانديه مهما كان قيمه الانتصارات اللي بتحققها. شعبيه كريستيانو رونالدو كمان في البرتغال اختلفت تماما بعد تحقيق لقب اليورو. كان هو النجم طبعا نجم كبير في منتخب البرتغال، لكن بعد تحقيق لقب اليورو وتحقيق بطوله كبيره لاول مره لمنتخب بلاده اصبح رمز هناك في البرتغال. التمثال شفنا تمثال في كل مكان تقريبا في البرتغال لكريستيانو رونالدو بعد البطوله، فبيفرق جدا المنتخب وانجازاتك مع المنتخب. وصدمه كريستيانو نفسها يعني اللي تابعناها بعد عدم تاهل البرتغال، تقول لك مليون رساله قد ايه التاهل لكاس العالم هو يمكن يكون الحلم الاهم النجم بحد رونالدو في الوقت ده. لاعب عنده كل شيء، يعني دوري ابطال اوروبا وهداف دوري ابطال اوروبا وهداف دولي واغنى اعلى دخل في العالم. الا المدربين الا المدربين عنده كل شيء الا المدربين. ربنا اداله كل حاجه وحرمه. دكتور وليد خد بالك كمان انه ممكن بطوله كاس العالم اللي جايه دي تبقى اخر بطوله طبعا، وتبقى الامل الاخير ليه في انه يحقق يعني. والجيل اللي معاه كمان يعني هو باصص ومقدر تقريبا كمان انه الجيل اللي معاه ممكن يساعده في انه ياخد بطوله كاس عالم. انت يعني خليت في طيف كده هيك قدامي ان نهائي كاس العالم 2022 يبقى نهائي اسطوري بقى. برتغال ارجنتين ورونالدو هنا وميسي هنا وحتى يتقابلوا دي يعني. مباراه يعني مباراه القرن اللي هو مش قرن، مباراه كل القرون اللي هو الفايز فيها بالفعل. انا موافق بس بشرط ايه؟ انه البرتغال او الارجنتين يتاهلوا النهائي على حساب منتخب مصر في قبل النهائي. في الحاله دي انا ادعم وصول البرتغال والارجنتين لنهائي كاس العالم. احنا قنوعين وكفايه البرونزيه.
مفيش طيب مشكله. انا معايا ملفين يعني ممكن نعدي سريعا جدا على تصفيات امريكا الجنوبيه. ممكن تقولوا لنا كده اهم نتائجها؟ طبعا القوى التقليديه برازيل ارجنتين، بس برضو تدونا كده ملخص فاروق ممكن تبتدي معانا. المباراه يمكن الناس اللي استنتها ما بين البرازيل والارجنتين، شفنا احصائيات المباراه، حتى الناس اللي اتفرجت كانت منتظره مباراه كبيره ومباراه ممتعه. المباراه كانت عنيفه جدا جدا، ما كانش فيها محاولات كتير على الجون، يمكن كانت بس اللمحتين، لمحه انخيل دي ماريا والكوبري اللي جابه في فينيسيو جونيور، وفينيسيو جونيور وقوس قزح اللي عملها المهاره، فكانت مباراه عنيفة جدا. يعني شاف اللقطتين دول كانوا هم ملخص المباراة. لو بصينا تاني حتى كان في عنف، اوتاميندي كان المفروض يطرد في لقطة ضرب لعيب البرازيل بالكوع، لكن كان مباراة فنية ما كانش فيه. اعتقد كانت مباراة الارجنتين واوروجواي اللي قبليها كانت افضل يعني. دكتور وليد، هو طبعا اوروجواي بالنسبة لي برضه من المنتخبات اللي على علامة استفهام، من المنتخبات اللي بحبها، كنت لسه بنتكلم عنها من شوية، متراجعة على التصفيات دي، في منتخبات إلى حد ما بتقدم كرة جيدة، بتكلم عن إكوادور طبعا، كولومبيا، أربع عزايم متتالية لأوروجواي، وبدأت تبعد كمان. هي فكرة كمان كأس عالم من غير أوروجواي اللي هو أول بطل لكأس العالم وأول منظم، وحاجة كده من كلاسيكيات الكورة في التاريخ. أنا بحبهم جدا، وما عندهم مشكلة إن أوسكار تباريس كده كتير قوي على أوسكار تباريس ده. طيب دي طبعا المنتخبات اللي تأهلت بالفعل لكأس العالم من أوروبا زي ما قلنا لحضراتكم، فرنسا، كرواتيا، صربيا وسويسرا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا وإسبانيا وإنجلترا وهولندا في انتظار الملحق، ومن أمريكا الجنوبية الأرجنتين والبرازيل. طبعا ومعهم قطر بقى، المنتخب القوة العظمى اعتقد هي اللي تأهلت خلاص يعني. ومصر باذن الله ان شاء الله، وفي لسه طبعا ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله قدها وقدود والله. ان شاء الله مهم بس نشتغل صح. اروح معاكم بقى للترانسفير، لانه على هامش متابعتنا لتصفيات كاس العالم يمكن كان في بعض الاخبار المرتبطه بالميركاتو اللي جاي وكلام كتير. هبتدي بابو صلاح الحقيقه، لانه في الفتره الاخيره في كلام كتير جدا عن اهتمام تشابي هرنانديز شخصيا مش بس البارسا بانه يضم محمد صلاح. واحد من تصريحاته قال انه صلاح هو الخليفه الطبيعي لليو ميسي في البارسا. تتوقع انه الكلام ده وامبارح يمكن في متابعتنا للصحف الاجنبيه واحد من الاخبار كان بيقول انه البارسا بدا بالفعل في مفاوضات سريه ليست معلنه حتى اللحظه مع ليفربول عشان ياخد محمد صلاح. شوف تشافي ليه الكلام ده منطقي؟ لان تشافي من ساعه ما اتربى في برشلونه وطلع كان دايما متعود ان يكون في لاعب رمز وملهم في الفريق، الكل باسم الكل بيتجمع حوله. طبعا حضر رونالدينيو في الاول وكمل مع ميسي بعد كده، كان هذا الرمز الملهم. دلوقتي هو فاهم ومتاكد ان ده اللي ممكن يكون ليه دور كبير في ان البارسا يرجع تاني، ان يكون في لاعب نجم الكل يتجمع حواليه. هو الاوبشنز اللي موجوده كنجوم او سوبر ستارز ممكن يقوم بدور الملهم مين في العالم؟ طبعا لا ميسي هيكون الموضوع صعب، وكريستيانو رونالدو ايضا الموضوع خلاص بقى صعب وتقدم في العمر والموضوع شبه منتهي. اسماء تانية زي نيمار بقت عودته صعبه جدا، امبابي خلاص على رادار الريال وقريب هو اعلن عن رغبته في انه يلعب لريال مدريد بالظبط. الاند لاعب رائع بس مش ده اللاعب الملهم، اللاعب الملهم لازم يبقى كاريزماتيك، لازم يبقى عنده حاله كده مختلفه. مين صلاح يعني؟ هو صلاح، هو صلاح، هو بحقيقي صلاح ده حقيقي. هو هو دلوقتي كريستيانو بدون يعني اي مجامله، كريستيانو ميسي اللاعب اللي بيتمتع بهذه المواصفات في العالم دلوقتي هو محمد صلاح، فبالتالي هو ده مشروع تشافي هرنانديز منطقي بالنسبه لي. اعتقد محمد صلاح اوبشن عنده. حتى يورجن كلوب يعني انا كنت قريت تصريحات في صحف انجليزيه او يعني تسريبات ان يورجن كلوب قعد مع صلاح قال له طبعا انا عايزك بكل الطرق وهتمسك بيك لاخر لحظه، لكن يعني لو كل الطرق اتقفلت خد نصيحه مني كحد محب ليك، ما تروحش ريال مدريد، روح برشلونه عشان نفس ده، ان انت لما تروح هتبقى انت خليفه ميسي وهتبقى انت الملهم للفريق واسطوره برشلونه. لكن اتمنى انك كان الله في عون صلاح الحقيقه. انا يعني الواحد لما بيقعد يفكر واحنا يعني ايدينا في المايه البارده زي ما بيقولوا، قرار صعب جدا طبعا. جدا بعد كل النجاحات والارقام والانجازات وانك تبقى اسطوره في نادي بحجم ليفربول وتحقق البطولات دي، وخصوصا كمان مع اهتزاز مستوى البارسا في الموسمين اللي فاتوا، اخد قرار ولا اروح للبارسا وابقى ببدا مشوار جديد؟ اعتقد ان صلاح برضو عنده الحته ان انا عايز العب لريال مدريد وبرشلونه، وانا طفل صغير في مصر كنت بتفرج عليهم، وهو حتى قال انا كنت بلعب بليفربول في البلاي ستيشن عشان كده كان اختياري رايح لليفربول. فهو ممكن تكون عنده حته برشلونه، شفنا له لقاء زمان ايام ما كان في المقاولين قال ان انا هو ممكن يكون مشجع كتالوني. وحاليا برشلونه ريال مدريد اتعاقد مع كيليان امبابي، فبرشلونه شئنا ام ابينا جماهيره منتظره صفقه كبيره ترد بيها على كيليان امبابي. مفيش صفقه النهارده كنا معتقد الاس الاسبانيه ولا الموندو ديبورتيفو
كانت منزله، اعتقد اس الاسبانيه كانت منزله صوره غلاف فينيسيوس جونيور، وعلى يمينه هالاند وعلى شماله مبابي. ثلاثي خطير جدا. يعني فينيسيوس هو رمانه الميزان. رمانه الميزان وكمان صلاح لما يروح برشلونه هيبقى المنقذ، وهيبقى هياخد دور كبير في برشلونه. اعتقد ان هو ممكن يفكر في تجربه برشلونه، لان حواليه لعيبه صاعده ولاعيبه جيل قادم لبرشلونه. اعتقد مع تشافي برشلونه هيبقى ليها مستقبل. ده غير ان هو المماطله كمان مع ليفربول اعتقد ان ليها سبب، واتقال في الصحف الاسبانيه ان في مفاوضات مع ممثلين محمد صلاح، فممكن يكون صلاح بيفكر في خطوه برشلونه، والاكيد ان برشلونه بيفكر في خطوه محمد صلاح. على الهامش كده ما يجيش في دماغك قصه مثلا، او ثلاث قصص مش قصه واحده، قصه مثلا كوتينيو اللي كان رمز في ليفربول راح البارسا اختفى، جريزمان كان اهم نجم في اتلتيكو راح البارسا اختفى، عثمان ديمبلي مثلا كان نجم في دورتموند راح البارسا اختفى. يعني برضو ده سيناريو لازم يتحط في الحسبان. اكيد اكيد هي مغامره، اكيد هي مغامره، بس صلاح يختلف، عقليه صلاح تختلف عن عقليه كوتينيو او اللعيب اللي من جنوب اللي من امريكا الجنوبيه. صلاح شفناه التزامه، ما فيش نادي راحه محمد صلاح في اوروبا اشتكى منه، ما فيش نادي راحه افتعل فيه اي مشكله. فدايما اللعيب اللي بيقدر يحافظ على نفسه بتبقى احتمال فشله في اي تجربه صعبه جدا. مع البارسا برضو داني الفيش ايه يا دكتور وليد؟ هو برضو راجع علشان الفكره اللي انا قلتها لك، هو مش هيأدي فنيا بقدر ما هو عايش شخصيه لاعب، عايش فتره انجازات البارسا، يقدر يكون موجود مع مجموعه اللاعبين يوصل لهم ده، يفرض استقرار وانضباط في اوضه اللبس، يتجمع برضو حواليه اللعيبه، هيكون ليه ادوار، بعض ادوار تشافي. داني الفيش لسه يعني احنا شفناه حتى في اخر مبارياته لما كان بيلعب في الدوري البرازيلي بيأدي، بس طبعا مش هيكون اساسي كل المباريات، لكن هو عايزه عشان الحاله دي، علشان يكون عنده نجم سوبر ستار ببطولات بانجازات يقدر اللعيبه تتجمع حواليه، ويقدر يكون مدرب تاني. صحيح. هو اللي عرض نفسه كمان، داني الفيش هو اللي عرض نفسه على برشلونه، مش برشلونه اللي سعى للصفقه. ايوه. فتشافي لقى ان هو مناسب، لعيب خبره بيقدر يلا تعالى موجود معايا، اتدرب معايا 6 شهور. ان خبرتك للجيل اوكي كده، مش هيلعب قبل يناير يعني، لو لعب مش هيلعب قبل يناير، النص الثاني بس في طيب المصر. مناسبه رجوعنا للدوري مره، طبعا بشكر دكتور وليد وبشكر فاروق، شكرا جزيلا، شكرا، شرفتونا واستمتعنا بوجودكم معانا، وان شاء الله باذن الله مع رجوع الدوريات والتشامبيونز ليج الدنيا هتسخن ونستمتع بيكم دايما معانا في السادسه. خليني افكر حضراتكم طبعا بمناسبه رجوعنا للدوري هننسى كتير، يعني هنروح ونيجي ونروح ونيجي، فنرجع نفكر حضراتكم بملخص او بحصاد الجوله الثالثه من منافسات بطوله الدوري المصري. دي كانت اهم وابرز الارقام، 23 هدف تم تسجيلهم، اكبر نتيجه واكبر انتصار 3-0 سموحه على حساب ايستن كومباني، نسبه تسجيل اهداف بمعدل 2.55 هدف في كل مباراه. أكثر المباراة تهديفيا كانت الأهلي والزمالك، 5 لصالح النادي الأهلي، ونجم الجولة كان نجم النادي الأهلي ونجم دمالي أليو ديانج، وهداف الدوري علي معلول برصيد 3 أهداف. دي كانت أهم وأبرز أرقام الجولة الثالثة اللي اتلعبت في بطولة الدوري. نرجع مرة ثانية نستأنف نشاط، ونرجع مرة ثانية وإن شاء الله نتمنى مباراة قوية ومباراة ممتعة، والأهم نوصل للعلامة الكاملة ولنقطة 12 الأهلي في مواجهة المقاولين يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله. كل التوفيق لنجومنا. مرة ثانية بشكر ضيوفنا، شرفتونا ونورتونا، سعدنا بيكم، وبشكر حضراتكم، وأرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة، ونتقابل إن شاء الله يا رب على كل خير يوم السبت الجاي حلقة جديدة السادسة.